مساء الخير مشاهدي قناه ماي لايف وحلقه جديده وصفحه جديده. النهارده حضراتكم 8 يونيو 2020. من حوالي 6 سنين، لا هو مش حوالي، هو من 6 سنين بالظبط، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتولى زمام الامر في حكم مصر. كان يوم 8 يونيو 2014. في خلال 6 سنوات الكثير والكثير من الإنجازات، الكثير والكثير من التحديات المختلفة في كل المجالات. حضراتكم الرجل الذي جاء لينقذ مصر من دوامة الإخوان الإرهابية التي كانت سوف تبتلع العالم العربي كله. الرجل الذي جاء لينقذ مصر طبعا بعد ما الشعب المصري بالملايين نزلوا عشان يخرجوا الإرهاب من حكم مصر في ثورة عظيمة اسمها 30/6/2013. الرجل الذي تخرج من المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية التي لديها الكثير والكثير من الشرف والأمانة. الرجل الذي يعلم جيدا قيمة الوقت والساعة والدقيقة والثانية. الرجل الذي يعرف جيدا قيمة المعلومة، وإن إزاي المعلومة ياخدها ويعمل في تخطيط استراتيجي أيا كانت المعلومة في أيا كانت المجالات التي اشتغل عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اقتصاد مصر وفي حكم مصر وفي الأمن في مصر والتعليم في مصر والصحة في مصر و و و و و حضراتكم لو تفتكروا كده وتتذكروا كده أيام الإخوان الإرهابية مصر كانت عاملة إزاي؟ مصر كانت على وشك انها تكون مش دولة، على وشك ان هي تكون تسقط، ما يبقاش فيها، ما فيش طبعا اقتصاد ولا كان في تعليم ولا في صحة و و و و وده طبعا يعني بظروف، بأسباب وظروف كثيرة جدا، ولكن مصر كانت في وقتها على وشك ان هي تنهار. وبناء عليه زي ما انا قلت من شوية، الشعب المصري اللي عنده الحس والتاريخ والحضارة والمعرفة بقيمة بلده وقيمة أرضه وقيمة ومعرفة جيدة أيضا بالإرهاب ومخططاته، زي ما قلت من شوية نزل عشان يخرج الاستعمار الجديد اللي اسمه الإخوان الإرهابية. حضراتكم لو تحاولوا كده نتذكر مع بعض ونتأمل مع بعض، ايه هو الملف او الملفات اللي اقتحمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر ولم يحدث فيها انجاز كبير؟ سمعوني كده، ايه هو انهي ملف اللي ما دخلناهوش واقتحمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين اقتحموه وما حصلش فيه انجاز؟ كل الملفات حصل فيها انجاز، كل الملفات، من اول اكبر واكتر رزق بيحصل لجمهوريه مصر العربيه وهي قناه السويس اللي افتتحها في سنه بايادي المصريين طبعا وعزيمه المصريين، واصبحت هديه للعالم كله وسمعه لجمهوريه مصر العربيه في ظل ظروف غير طبيعيه مرت بها مصر. ملف الخاص بالمنطقة الصناعية الاقتصادية في قناة السويس والمشاريع الخاصة بروسيا والصين اللي هتشغل ناس كتير واللي هي هيحصل فيها تنمية كبيرة جدا. بقالنا من السبعينات إلى يومنا هذا، أو من شهر كده ومن كام شهر كده، ما عندناش غير نفق واحد بيربطنا بحبيبتنا سينا. بقى عندنا 4 أنفاق، ده بالإضافة إلى كوبريين، ده بالإضافة إلى العديد من المشاريع الخاصة
الطرق والكباري و و و بس انا بتكلم هنا عن سينا عشان نربط سينا حبيبتنا، سينا اللي اتجمع فيها الارهابيين وعايزين يعملوا ولاية سينا وعايزين ياخدوا سينا باساليب ملتوية، مش بالحرب زي زمان، لا بطريقة مختلفة. سينا اللي قام بالحفاظ على امنها وامن جمهورية مصر العربية من الجيش والشرطة وشهداء الجيش والشرطة في العملية سيناء، العملية الشاملة سيناء، ولحد يومنا هذا احنا شغالين على هذا الموضوع. بسلط الضوء اكتر على الامن والامان، لان بدون الامن والامان يا سادة يبقى ما فيش اقتصاد، ما فيش تنمية، ما فيش تعليم، ما فيش صحة، ما فيش امن. حضراتكم فاكرين طبعا لما كانوا الاخوان الارهابية كانت بتخوفنا من النزول في الشارع. فحضراتكم في كل المجالات، في كل الملفات، لو انا قعدت اتكلم من هنا لغاية تقريبا الصبح هنلاقي فيه انجاز ونهضة في مصر، في بلدنا مصر مش طبيعية، او ممرش على مصر هذه النهضة العظيمة، وطبعا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا بإيد وعزيمة المصريين اللي عارفين كويس قوي قيمة بلدهم وحبهم لبلدهم، وعارفين ومستحملين الإصلاح الاقتصادي الكبير. كل الجرأة من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي انه ياخد هذا القرار في هذا الوقت، انه يصلح اقتصادي دلوقتي. انا مش هعمل لحياتي اللي انا قاعد فيها دلوقتي، لا انا بعمل لمستقبل بلدي ومستقبل اولادي ومستقبل شعب مصر، واللي استحمله طبعا 100% الشعب المصري، عشان يبقى عندنا 45 مليار دولار احتياطي نقدي عشان نعرف نعيش في المستقبل، واللي استخدمناه على فكرة في مواجهة كورونا، عشان يبقى عندنا العملة بتاعتنا تكون ثابتة مع الدولار عشان يبقى فيه مشاريع اكتر واكتر. اكيد انا لو قعدت اتكلم زي ما انا قلت هتكلم عن حاجات كتير، وعلى فكرة انا كنت جايب محضر 3 4 ورقات تقريبا عشان كل الملفات على فكرة زي ما انا قلت اقتحمناها بقيادة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله حصل فيها إنجاز كبير. ربنا يديه الصحة من مواطن مصري بيحب بلده وشايف ايه اللي بيحصل في بلده من نهضة. ما بقولش ان احنا بقينا يعني من الدول المتقدمة بشكل كبير جدا، ولكن المصريين بياخدوا خطوات هامة جدا في تاريخ مصر، وهيتذكر التاريخ هذه الأيام اللي بإذن الله تعالى هنستكملها. كورونا بقى مش كورونا، هنستكملها إذا كان في الصحة، في التعليم، في الاقتصاد، في المصانع، في أي حاجة، في أي حاجة. مش عايز أطول أكتر من كده. عندنا النهاردة، فكل سنة وحضراتكم طيبين يا مصريين، وربنا يديك الصحة والعافية يا سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وكل المستشارين المحيطين بالسيد الرئيس اللي أكيد بيستعين بيهم لأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح في اللحظة الصحيحة في أي مجال في مصر. وربنا يحفظ مصر، وتحية كبيرة أيضا للشهداء الجيش والشرطة اللي في خلال الست سنين دول ضحوا بأرواحهم عشان يبقى فيه نهضة في بلدنا، ونحتفل النهاردة بأن مصر بيحصل فيها تنمية عظيمة جدا. حضراتكم نبتدي في الأخبار. على فكرة عندنا يعني ضيف النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع بشكل خاص بالاقتصاد، وقراءة في استراتيجية التعامل مع ملف الاقتصاد المصري خلال الست سنوات الماضية، الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد بجامعة بني سويف، ده اللي هيكون ضيفي اللي هيكون معانا النهاردة، ونتكلم عن الست سنين اللي فاتوا والتنمية والنمو اللي حصل في بلدنا من الناحية الاقتصادية بإذن الله تعالى.